بعد كده يعني لازم الطفل بقى نعوده ان يعني برضو نقلل الحاجات اللي هي بتبقى يعني في الاول، حتى اول ما بنبدا ندخل الاكل للطفل ما بنحطش السكر ولا ملح على الاكل، لان طعم السكر او الملح ده المذاق ده احنا اللي بنعود حاسه التذوق عندنا على الملح او السكر. يعني الواحد لو اتعود ان هو ياكل من غير سكر او من غير ملح ده بيبقى بيتعود خلاص، بيبقى هو الاكله هو متعود ان ياكل الاكل كده وبيبقى مذاقه عنده كويس. لكن احنا الام اللي بتقعد تحط ملح كتير او ملح على الاكل وسكر على الاكل وتعود الطفل على كده يطلع يحب السكر يحب الملح. فالعادات الغذائيه بتاعه الطفل بتكتسب من السن الصغير، فلازم نعوده ان ما فيش ملح ما فيش اكل ما فيش سكر على الاكل، بحيث ان هو ايه يتعود على مذاق الاكل كده، فيطلع بياكل اكل صحي قليل السكريات وقليل ايه من الملح. فطبعا برضو الحاجات اللي بيبقى فيها سكر كتير بيبقى فيها مواد حافظه كتير، ما نحودش الطفل على استهلاكها عشان نقلل من يعني ايه الامراض اللي ممكن تصيب الطفل نتيجه للاستهلاك الايه الغير سليم لهذه الايه المنتجات.